هلا بكون هيفا حالتها بالويل. البنت نمرودة كتير، يعني ما في مجال تاخد تعطي انت وياها. والمشكلة ما بنعرف تداعيات القصة وين رايحة، لأنه هداك الكلب ما رح يمرق لي هالقصة، لا هو ولا مرته، وأنا وقعت بهي المسخرة. لك آخ آخ آخ. أنت شو دخلك؟ أنا ما دخلني، أنا ما دخلني بشي، أنا بس بدي نام وما في إلا بعد 10 سنين. ما قالت لك ورد لا تروح؟ بلا قالت لي. أنت من أنت بتعرف إنه في شي بينه وبين تيم؟ يا الله أنا عم رايق عم رايق. شبهها هي وتيم؟ ما في شي، هيك يعني كانت حالة وأنا فكرت إنه يلا منيح 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 إنه هي راحت قبل ما أخرب شي حقيقي. لك شو صار فهمني؟ على ما يبدو إنه في شي بين تيم وورد. شو عرفك؟ ما عرفني، يا دخيلك. يعني أصلاً لو هي بدها تحبني كانت حبتني من أيام المعهد، صح؟ أنا عندي هذا المسلسل وبدي فوكس عليه وخلصنا. ولد، عندي ولد جاي على الطريق. هلا أنت عن جد عن جد حاببها لورد؟ بس أنا مالي حابب حياتي هسا. تسمع أم كلثوم، أنت كنت بتعرف؟ ما بعرف شي. شو بعرف؟ أنا كل شي بعرفه نفس اللي بتعرفه أنت، إنه تايم معجب بورد. بتعرف؟ اليوم مع إنه كان في مسافة بعيدة، بس أول مرة بحياتي بشوف هذا الكم من السعادة على وش الورد. كان وشها غريب غريب كتير، ما في ولا أي لمسة سخرية ولا أي لمسة لا مبالاة. كانت حلوة كتير. وإيه؟ إيه بحبها. طيب وانا شو فيني ساوي؟ شو علاني بهالقصة؟ شو في؟ هيفا اخذوا لينا على المحفر. مدام السيد المحترم اتهمتها بسرقة مجوهرات. ايه شو البلد فلتانة؟ كل واحد بيوجه تهمة لحدا بيقوم بينشحت. ايه نعم فلتانة. وإذا بدك الشرطة لقيت المسروقات ببيتها كمان. شو؟ كيف هيك؟ لأنه فلتانة. هلا شو بدي ساوي أنا؟ يعني هيفا ليش عم تتصل فيني؟ لانه ما عندها حدا غيرك تحكي معه، بعدين بجوز تنادي لك تشهد على القصة. شو اشهد ما اشهد؟ عم تحكي مثل عقلك انت؟ بدك اياه يروح فيها كمان؟ هيك بدك تتركها وانت بتعرف انه لك انا ليش رحت؟ البنت بدها تفلت بس بشروطها. لك اخ لك صغيرة البنت يا حازم، صغيرة وبهيمة، وبهي الطريقة إذا فاتت على السجن ما في شيء بيخليها ترجع لحياتها الطبيعية. بعدين هي تعلمت، خلص تعلمت. طيب أنا. وانا شو اعمل؟ قلت لها لا تدخلي على السهرة. ضحكت ودمالست لشبعت. ومفكرة انه كل واحدة عرضت حالة بتصير. لا وشو بدها تعرض حالة بدون ما حدا يتعرض لها؟ ايه شو هذا كمان؟ هلا صار الحق على بنت عمرها 19 سنة ونسينا كل هالزمان. ما نسيت شيء، بس نحن عنا ما حدا بيحب يتحمل مسؤولية أخطائه. لك أنا زعلان عليها؟ ما لي زعلان عليها، الشفقان على هيفا، مسكينة ما بتستاهل. بتعرف بحس إنه بالثمانينات كان وضعنا أفضل من هلا. وبلي 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 منين وصلت لهي النظرية العظيمة؟
نحن جيل ربي في عنده نوع محاي واحد وبراية واحد وسيران بالهواء الطلق، كلياتنا درسنا بنفس المدارس العامة، تلفزيون موحد، لبس موحد، جامعات دولة، يعني ما كنا نشوف شيء، منشان هيك ما كنا نتشهون على شيء. يا سيدي أنا كان أقصى طموحي إني دوق شوكولا مارس. اللي ما كان تطلع بوشي أساساً. ماتتني بسام، ماتتني ها؟ ماتتني أكثر من نص تهيفة، لك شو جاب سيرة الثمانينات هلا؟ عم حاول أوضح لك ليش هذا الجيل بيتصرف هيك، لك يا أخي مراهق ووشه كل هالرفاهية، وهو مقبور ببيته، من وين ما بده ينحرف؟ وضحت الصورة، وبالألوان كمان ينحرف أخي ينضرب، بس لا بقى تجيب لي سيرة الثمانينات والموحد اللي كنا عايشين فيه. شو بدك تعمل هلا؟ أول شيء بدي أعمل تليفوني خارج التغطية. منيح لما كنت المعتصم. وحدة قالت لك وا معتصمة. إيه على أساس هو انتخى. هو من أكثر الخلفاء اللي بحتروا هي الأمة، ولساتها عم تهوي من أيامه لهلا، مو على أيامه دخل على الجيش فرس وترك؟ ومن وقت الأمة ضياع، أخي أنا بلا نخوة، منيح؟ إيه معناتها لا تسأل حالك، ورد ليش ما حبتك؟ يا